صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم نخدمو اكسسوار ديال الشعر. فبالنسبه للماتيريال، انا خديت خرز ديال مقاس ديال 10، خديت كريستال ديال 6، عندي لي زاستراس هادو. فبالنسبه للطول، نتوما اللي كتحكموا به، يعني اذا بغيتو تعملوا اكسسوار كبير طويل ولا غير صغير. انا عندي هنايا 36 سنتيم، عندي السلك رقم 0.4، وسلك يكون غليظ 0.6 ولا 7 8 1 اللي توفر عندكم تقدروا تستعملوه. من الاحسن اذا عندكم واحد فكيكون غليظ. وفوالا، ندوزو دابا للتعديل. دونك اول حاجه غنبدا به، فكناخد السلك الغليظ اللي عندكم، كنخلي شويه من الفوق تقريبا هيدا، كناخد السلك 0.4، كنربطو مع هاد السلك هذا، كنحط لي زاستراس ديالي و كنبقى نلوي عليهم. السلك بهذا الشكل هذا، فكندخل السلك ما بين وحدة ووحدة بهذا الشكل. فندوز السلك على لي زاستراس كاملين بحال قلت لكم، ندوز على لي زاستراس هادو كاملين، نعاود نتلقاكم. صافي، هنايا كيف ما عملنا في الاول، الخيط اللي بقى لنا كنلويو على السلك بهذه الطريقه. صافي، كنخلي هادو دابا جانبا، فكندوز باش نعمر كريستال والخرز. دونك هادي ها الخدمه كيفاش كتجي من اللور. فوالا، وهنايا في الخيط 0.4، فعمرت واحد خرزه 3 كريستال، واحد الخرزه 3 ديال كريستال. وانا ماشي صراحه باقي ما عارفه شحال يدي لي. دونك نبداو الخدمه. فكنجي هنا كنلوي، كنجي هنا كنلوي خيط، فهنا داخله لي زاستراس الأولية هنايا، دورة نعاود نردها فيها من هاد الجهة، فندخل الخرزة الأولية على هاد الشكل هذا. هنايا فندور، في الأولى ونمشي للثانية، نمشي ثانية هنايا، ف
فهنا ندخل نستعمل كريستال. هنا نعمل 3 شجيرات غير صغارين. هنا الأولى هيجيو في مستوى هنايا واحد، ما ندورش حتى للاخر. وحده هايدا صغيره، وحده كبيره شي شويه طويله عليها. والثالثه نفس النيفو ديال الاولى. على هذا الشكل هذا. ودابا عاد ندور. فوالا هنا ندور هنا في نفس لاستراس. انا من خرزه بيضاء تنشوف نبدأ هنا. على هذا الشكل هذا ندور الدورة الأولى. و لاستراس الثانية أنا من فيه أنا من فيها الشجرة ديالي. عاود نفس الشيء، كناخد كريستال ناخد من هاد الجهة وحدة صغيرة. وحدة طويلة عليها شوية. ثالثة قط الأولى. وعاد كندور كلشي. على هاد الشكل هذا كتجي. كندور الاولى يعني في نفس اللي عملنا فيها الشجره، وكنمشي للثانيه اللي موراها هادي. كنعمل فيها خرزة بيضة. كنلويها في اللولة وكندوز الثانية.
انا مد الشجيره ديال كريستال. الاولى غير صغيره، الثانيه طويله شي شويه، الثالثه نفس النيفو ديال الاولى. كندورو كلشي، وكنبقى ماشا بنفس الطريقه حتى كنكمل الاكسسوار ديالي كامل. دونك فوالا، انا انسالي الطول ديالي ونعود نتلقاكم مع النتيجه ديالو. انا هنا كيفما كتشوفوا فساليت التمر ديال كلشي. هنا بالنسبه للخرز اذا لقيتو ديال 12 يكون احسن، لان كيبقى واحد شويه ديال الاسباس، فاذا لقيتو 12 يكون احسن بالنسبه لي. ففوالا، تقريبا هذه هي النتيجه النهائيه. فكيبقى لي هنا صافي، هنا تقدروا تعملوا شي شويه ديال السيليكون. فنفس الشيء انا من التحت، فالاكسسوار ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. فكنتمنى يكون عجبكم، وتلاقوا ان شاء الله فيديو مقبل مع موديل جديد.